وشرفتنا ونورتنا. انا بس عايز اخر حاجه ابعت رساله شكر لوالدتي انها هي دي برضو كانت اي نعم ساعه الدراسه اوقات الدراسه كان الموضوع شديده شويه معايا لا شديده معايا في الدراسه ما شاء الله ربنا لكن انا لما كنت مكسور مثلا وهي ست كبيره ربنا يحفظها ويديها الصحه يا رب. كانت هي بتسندني عشان ادخل الحمام هي بتسندني عشان اتحرك وهي مش قادره فطبعا هي ليها فضل كبير عليا كل التحيه والشكر والتقدير لوالد حضرتك وطبعا والدي الله يرحمه برضو كان واخويا الكبير اللي هو اصلا ودعمك اللعبة في اللعبه الله يرحمه برضو فربنا يغفر لهم ويبارك في صحه والدتي يا رب ويخلي الوالده ويبارك في صحتك وعمرك واولادك واسرتك جميعا انا يعني رساله بشكر حضرتك جدا ان تديني فرصه ان يعني اتكلم في كل التفاصيل دي وان شاء الله نكون مع بعض مره ثانيه كابتن معتز بجد وشرفتنا وحضرتك شرف لينا وشرف لمصر وكل المصريين شكرا جزيلا.